بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلاً ومرحبا بكم معنا في الحلقة الخامسة من البودكاست الشهري ويكي بودكاست، البودكاست اللي تيلقي نظرة على العالم ديال ويكيبيديا الموسوعة. في كل حلقة غادي نتعرفوا مجموعين على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات كيف ما عودناكم غادي يكونوا بلغات ولهجات متعددة، كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى أيت أوماس، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في الحلقة ديال اليوم غادي نتعرفوا على موضوع مميز واللي هو أتطوع وأعرف ببلادي. فكيف ما تتعرفوا المبدأ تاع ويكيميديا هو تسهيل الوصول إلى المعلومة وجعلها متاحة للجميع، وباش تقدر تحقق هذا المبدأ دارت بزاف البرامج ومن بينها البرنامج ديال أتطوع وأعرف ببلادي اللي غادي نتحدثوا عليه اليوم من خلال الحوار مع الأستاذة رشيدة رقي. رشيدة رقي هي أستاذة باحثة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عضوة بالمكتب الوطني لشبكة القراءة بالمغرب وأحد مؤسسيها، وأيضا عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. أستاذة رشيدة أهلا بك. مرحبا بك لبنى، وتحية لك لهذا البرنامج الجميل. شكرا أستاذة رشيدة. أستاذة رشيدة، أنت عضوة بمؤسسة لشبكة القراءة بالمغرب اللي كتهدف إلى نشر الفعل القرائي داخل المجتمع. علاش اختاريتوا الدفاع عن القراءة؟ احنا اعتبرنا كمؤسسين ديال هذه الشبكة بأنه القراءة واحد القضية أساسية في المجتمع المغربي لعدة اعتبارات. أولا لأنه دابا احنا الدول المتقدمة كلها كتعتمد على ما يسمى مجتمع المعرفة، ومن أجل الولوج إلى مجتمع المعرفة كتولي القراءة واحد الوسيلة مهمة جدا، أولا للتعلم مدى الحياة، لأن مجتمع المعرفة هو أيضا مجتمع الإبداع، والإبداع هو أنه يكون واحد استقلالية في التعلم ويكون واحد تعلم مدى الحياة. القراءة كتسمح بهذا النوع من التعلم، خصوصا أنه الآن العالم كيشهد واحد تغييرات هائلة، سواء من الناحية العلمية سواء من الناحية التكنولوجيا إكسيتيرا، وكتحتاج منا باش أنه يكون عندنا واحد فكر نقدي. وكما تتعرفوا الكتب كتنمي عند الشباب وعند المواطن هذا الفكر النقدي. نعتبر أيضا بأن القراءة هي كيمكن لها تكون واحد همزة توصل ما بين الأفراد المجتمع، لأن احنا بغينا المجتمع ديالنا أنه يكون متواصل، يكون واحد انسجام، يكون واحد تواصل داخلي المجتمع. القراءة أو الكتاب هو بحال واحد المرسول ما بين هاد الأفراد ديال المجتمع. إذن هو كيخلينا نحسوا بأننا نحسوا بالانتماء، الانتماء أولا إلى ما هو محلي، وأيضا الانتماء إلى ما هو عالمي، لأن الكتاب يفتحون على العالم لأنه يعرفنا بثقافات أخرى. إذن هذه كلها أمور سواء كانت ذاتية شخصية أو أمور أيضا وطنية إنسانية كونية، هي كلها ضرورية اللي كتجعل القراءة ضرورية. نعم الأستاذة رشيدة، وكيف ما هو الشعار ديالكم القراءة قضيتنا والقراءة من حقنا جميعا. أستاذة رشيدة، شنو هما المجالات اللي تتشتغلوا فيها؟ إذا بالنسبة لشبكة القراءة بالمغرب غنتحدثوا عليها شوية عاد من بعد نهضروا على ويكيبيديا ويكيميديا. بالنسبة لشبكة القراءة بالمغرب كنعتبروا بأنه الأنشطة المهمة لابد أن تمر عبر مؤسسة تعليمية، وبالتالي كان عندنا واحد التركيز في البرنامج ديالنا على طرح برامج متوجهة إلى المؤسسة التعليمية سواء كانت من الابتدائي حتى الجامعة. وأهم هذه البرامج هي الجائزة الوطنية للقراءة. نعتبر بأن برنامج الجوائز هي ماشي فقط تحفيزية، بطبيعة الحال تحفيز، ولكن ماشي كتحتفي بالتحفيز، بل أيضا أن الجوائز كتخلي واحد ثقافة القراءة تنتشر، لأنه ملي كتنظم واحد لجنة تحكيم أو لك تعطي واحد الجائزة لشي طفل وكتقدمها له قدام الرفاق ديالو، كيولي هو سفير القراءة في ذاك المؤسسة هذيك. إذن الجائزة هي أيضا طريقة من الدفاع على قضية القراءة. هذه من بعد البرامج. برامج أخرى أيضا اللي درنا وهي التعريف بالكتاب المغربي، لأنه اعتبرنا بأنه القراء المغاربة بطبيعة الحال مزيانين، فتحوا للعالم
وينفتحوا على اللغات، ولكن ايضا ما فيها باس وضروري انه نعرفوا ايضا الكتاب المغربي ديالنا، حتى لو بغينا ننتقدوه ما كاين مشكل، ولكن نقراوه ونعرفوه. كاين الكتب المهمه وكاين الكتب الغير مهمه اكيد، ولكن خصنا نعرفوا الكتاب المغربي ونعتزوا بالكتاب المغربي اللي زوين، لان عندنا كمام انتاجات اللي هي تستحق انه نفتخروا بها ونعتزوا بها. بطبيعه الحال راه كاين انتاجات اخرى اللي يمكن ليها اللي يمكن لينا ننظروا ليها بواحد الشكل نقدي او لا بواحد. اذا هذا البرنامج الثاني هو سميته شبكه قراءه، سميته جائزه الشباب للكتاب المغربي، جائزه قراء الشباب للكتاب المغربي. وعلى فكره هذا البرنامجين بجوج سواء كانت الجائزه الوطنيه للقراءه او لا جائزه قراء الشباب للكتاب المغربي، هادو بجوج عندهم صفحات في ويكيبيديا. دونك اللي بغى يتعرف اكثر على هذه البرامج يقدر يكتبها في ويكيبيديا وغادي تخرجلو صفحه اللي كتعرف بهم. من ضمن البرامج ديالنا ايضا هي ان هذا نشجعوا النوادي القرائيه من خلال جائزه للنادي، ماشي فقط لقارئ ولكن للنادي كمجموعه، اللي باش نشجعوا المؤسسات التعليميه باش يكونوا عندهم نوادي القراءه، بحال اللي عندهم نوادي المسرح ولا عندهم نوادي السينما ولا نوادي الفيديو، يكون ايضا عندهم نوادي او لو نوادي الحقوق الانسان. دونك يكون عندهم ايضا نوادي القراءه وتكون نشيطه. مؤخرا في السنوات الاخيره اقترحنا واحد برنامجين جديدين. البرنامج الاول هو القراءه في دور الشباب، لانه اعتبرنا بان الفضاءات اللي تابعه لوزاره الشباب حتى هي خص يكون فيها القراءه، خصوصا ان بعض هاد الدور الشباب مجهزه بالمكتبات، وكان هناك ايضا مراكز ثقافيه تابعه لهذه الوزاره ومكتبات عموميه، ولكن التنشيط القرائي فيها ناقص بزاف. اذا حنا بغينا كشبكه انه نزيدوا نساهموا في التنشيط ديال هذه المؤسسات هذه، باش ان الاطفال والشباب اللي كيرتادوها يلقاو واحد البرامج اللي كتشجعهم باش انهم يقراو ويناقشوا يخدموا مبادره دائما في علاقه مع الكتاب وفي علاقه مع القراءه. اذا هذا القراءه في دور الشباب والمراكز الثقافيه والمكتبات العموميه، هذا البرنامج الاول. البرنامج الثاني هو انه لاحظنا بانه المجتمع او العالم القروي هو الذي يعاني اكثر من نوع من الحرمان، نقدر نقولها من نوع من الحرمان من الكتاب، اي انه في المدينه مثلا اذا بغى شي قارئ يقرا راه غيلقى الكتاب بشكل او باخر، كيمكن يلقاه في مؤسسه ولو ان نصف المؤسسات ما عندهمش المكتبات، ولكن لما لقاش مؤسسه ديالو يقدر يلقاه في مكتبه عموميه، لان جل المدن المغربيه فيها مكتبات عموميه. إلا أنه في العالم القروي هذه المسألة ما كتوفرش، مثلا إذا ما كانش مكتبة صفية في المؤسسة وغالبا ما كتكونش، فشنو غادي نلقاو؟ غنلقاو بأن هذاك الطفل إلا بغى يخرج من المؤسسة ديالو ويقلب على كتاب في واحد المؤسسة عمومية أخرى اللي تقدر تكون مكتبة عمومية أو لا مركز ثقافي ولا شي حاجة، ما غيلقاش داك المركز أصلا، وحتى إلا كان ما غيلقاش فيه الكتب. إذا بالنسبة للطفل في العالم القروي فهو في الحقيقة عنده واحد الحق مهضوم في الولوج الى الثقافه والى الكتاب. اذا حنا كشبكه القراءه بغينا نطوروا واحد البرنامج، راه بدينا في الحاجب وفي سلا وفي تمارا ايضا وفي بعض سميتو المدن الجنوبيه في الجهه ديال مراكش، بدينا انه نديروا واحد القافله سميناها قافله القراءه، وهذه القافله القراءه كنحاولوا من خلالها انه نحملوا واحد الكتب للمدارس مدارس العالم القروي. بطبيعه الحال احنا ما غاديش نقدروا نجهزوا المؤسسات القرويه بواحد الشكل زعما اللي هو كامل، لانه احنا جمعيه ما عندناش الامكانيه باش نديروا التجهيزات الكامله للمكتبات، ولكن على الاقل نفكوا الحصار بتوفير بعض الكتب للمؤسسات اللي فيها اعضاء ديال شبكه القراءه او للمؤسسات اللي عبرت عن الرغبه ديالها باش تشتغل معنا. اذا هادو هما اهم البرامج. دونك كاين برامج اللي قلت لك تحفيزيه اللي هي الجوائز، وكاين اللي كتعرف بالقراء وكاين اللي كتعرف بالكتاب وكتوجه للمؤسسات التعليميه، وكاين جوائز اللي كتوجه لدور الشباب، وجوائز اخرى اللي كتوجه للعالم وبرامج اخرى اللي كتوجه للعالم القروي. وحنا كنعتبروا ايضا بانه الاشتغال مع ويكيبيديا هو برنامج مهم بالنسبه لنا، وطرحنا برامج قرائيه وكتابيه تحريريه عندها علاقه بهذا الموضوع، وغادي نطرقوا له اكثر في الاسئله المقبله. أنتم أستاذة رشيدة، أنتم كشبكة القراءة بالمغرب تتطوعون من أجل خدمة ديال قضية القراءة، وأعضاء مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب تتطوعوا من أجل نشر المعلومات وجعلها متاحة للجميع. كيفاش تم التعارف بينكم وإمتى؟
نعم، في الحقيقة أنا أول مرة كان نسمع بمجموعة ويكيميديا المغرب، وأنت غتصغر بشوية لهذا الأمر، استمعت عليها في دبي، لأن فاش كنت في دبي كان هناك جوائز ديال المؤتمر اللغة العربية ديال محمد بن راشد اللي عطى جوائز للمجتمع المدني، وحنا شبكة قراءة كانت توجات بهذه الجائزة هذه كأحسن جمعية عربية، وكانت مجموعة ويكيبيديا حتى هي توجات لأنه كتبات مقالات باللغة العربية على ويكيبيديا، إذن توجات لأنها تروج أو لا تغني المقالات باللغة العربية على ويكيبيديا. وأنا في الحقيقة لما شفتهم تما في دبي عجبتني الفكرة بزاف، وقلت جميل أنه يكون هناك شباب اللي هما تيشتغلوا على اللغة العربية. من بعد نتعرف عليهم أكثر، وغنتعرف على المجموعة المغربية منهم. الأول لقاء كان عندي هو بسي أنس الصدراتي، هو من المؤسسين ديال هذا المجموعة. من بعد نتعرف بأنهم هما راه كيشتغلوا على عدة برامج فيها اللغة العربية، فيها اللغة الأمازيغية، فيها أيضا تعريف بالمدن، تعريف بالثقافة المغربية، فيها أيضا تعريف بسميته بالتراث، بما فيه مثلا القصور، بما فيه المهم متاحف المغرب اكسترا. واعتبرت بأن هذا العمل الثقافي جميل جدا، وديك الساعه اقترحت عليهم قلت لهم حنا فوالا غنبغيو نشتغلوا معاكم، حتى مرحبا بالفكره. وبدينا كننظموا واحد الورشات تحريريه في الاول، هذا هو الطريقه باش اشتغلنا، انه بدينا كنديروا ورشات تحريريه، وبدينا واحد المشروع كان ديك الساعه عنده علاقه بالادب المغربي، بحيث عرفنا بالادب المغربي على ويكيبيديا. درنا واحد المقال سميته الادب المغربي، ما كانش ديك الساعه، درنا واحد المقال اللي هو اللي بغيتي تقول كي يعطي الخطوط العريضه والاستواغ ديال هذا الاداب بطبيعه الحال بواحد الشكل سهل في القراءة. ومن بعد مرينا أنه كنعرفوا ببعض الكتاب المغاربة، ودرنا واحد الورشات مع أعضاء الشبكة باش حتى هما كل واحد يكتب شي مقال على شي كاتب، أو لا يغني مقال اللي ديجا موجود ولكن ما كافيش، ما مكتوبش مزيان، أو لا ما كافيش مكتوب قليل. دونك درنا هذه هي أول زعما الاشتغالات ديالنا. ومن بعد طورنا داك الشراكة بحيث أنه شبكة قراءة ولات كتعتبر بأن الشراكة مع ويكيميديا هي واحد الشراكة أساسية في الاشتغال ديالها، بل أنه دابا كنعتبروها من أهم الشركاء، لأنه واحد العدد كبير من البرامج ديالنا ولات كتدار مع ويكيميديا. وأيضا طورنا برنامج ثاني اللي هو سميتو قراءة ويكيبيديا في القزم. ألوغ دائما بخصوص التعارف، كما قلت أنا سمعت على الشباب في دبي، ولكن تعرفت عليهم مباشرة في واحد المؤتمر سميتو مؤتمر ويكي عربية، وهذا المؤتمر هذا دولي وكان دار في مراكش في 2019. دونك ديك الساعة أنا شاركت في ذاك المؤتمر وحضرت معاهم وتعرفت على الشباب في المغرب وحتى على الشباب ديال الدول العربية، لأن حضروا من جميع الدول العربية اللي عندهم مجموعة ويكيميديا، وأيضا حضروا حتى زعما من دول أخرى، فرنسا، ألمانيا، إنجليز اكسيتيرا. دونك كان واحد المؤتمر مهم وعنده صدى، وداز في واحد الظروف زعما جد جد جيدة. وتما إلا بغيتي تقول عطينا واحد الدفعة للشراكة ديالنا. وكان واحد البرنامج ديال قراءة ويكيميديا في القسم اللي كانت سميتو شبكة قراءة، ماشي غير فقط شريك زعما مالي أو هذا، ولكن كانت أيضا شريك إلا بغيتي تقول حتى في تفعيل البرنامج، في تنشيط الورشات، زعما استقبال الأساتذة، الاختيار ديالهم اكسيتيرا. وفي الحقيقة احنا زعما جد سعداء بهذه الشراكة هذه، وكانت جد مثمرة. والجميل وهو أنه الأساتذة اللي كيشتغلوا معانا واحد العدد كبير منهم تا هما اهتموا بهذا البرنامج، ولقوا بأن برنامج محفز وبرنامج مبدع، ندير انهم يستعملوا مثلا الموسوعه ديال ويكيبيديا من اجل ابداع اساليب جديده ديال البيداغوجيا في القسم، ونفتحوا زعما بشكل جميل على هذا البرنامج. ومازالين كنطمحوا انه نقوي هذا العمل المشترك من اجل انه يزيد يتعمم هذا البرنامج ديال قراءه ويكيميديا في القسم، وايضا نزيد نعمموا البرامج التحريريه، لان هذيك البرامج التحريريه بالنسبه لنا اساسيه جدا. علاش اساسيه؟ اولا لانه كتربي المجتمع المغربي على انه يكون حاضر في الموسوعات، ماشي حاضر غير كقارئ وكمستهلك، بل انه يكون حاضر كفاعل وكمحرر. مثلا احنا عندنا مسؤوليه كمواطنين اللي باش نعطيو واحد الصوره، افضل صوره بطبيعه الحال، افضل صوره ماشي معناتها بطبيعه الحال خاصها تكون صوره واقعيه، افضل صوره ولكن دائما تكون واقعيه على المغرب.
هذه مسؤوليه ديال المغاربه، لانهم هما كيعرفوا بلادهم اكثر اكسترا. هذا لا يعني بان ما نفتحوش على دول اخرى يكتبوا التهم علينا، بالعكس. وهنا كنحيي الاخوه اللي طرحوا واحد البرنامج اللي هو اغناء المقالات على المغرب، ولكن من خلال المشاركين في الدول العربيه او في اي دوله، اي واحد بغى يكتب. وكاينه جائزه حاليا على هذا الموضوع، حتى حنا حتى هي شركاء فيها، اي انه نغنيو المحتوى المغربي من طرف المغاربه ومن طرف غير المغاربه. هذا حتى هو زعما عمل جميل. اذا هذه كلها افكار زعما كانت افكار جذابه وعندها واحد النفس جديد، وحنا زعما فرحانين انه كنشتغلوا فيها، لانه كما قلت لك تجمع ما بين القراءه والكتابه، لان باش تحرر مقال ضروري باش انه تقرا مراجع، وحتى الثقافه المراجع راه هي واحد المساله اللي خصنا فيها اشتغال، خصوصا الطلبه. الطلبه مثلا كيخصوا دائما فاش يكتبوا، حتى من الناحيه الاكاديميه خصهم يكتبوا من خلال المراجع. حنا كنعتبروا بانه ويكيبيديا هي واحد التمرين جيد للكتابه، لانه دائما خصك تعتمد على مراجع جيده باش يمكن لك تكتب مقال وتقبل ويكون عنده واحد الصدى. الحقيقة نحييكم أستاذة رشيدة على هذا روح التطوع اللي تتمتعوا به، أنكم تطوع في نشر قضية القراءة وأيضا في نشر المعلومات وفي الكتابة ديالها وما إلى ذلك. هنا أستاذة رشيدة بغيت نسولك كيفاش كيبان لك المحتوى المغربي على ويكيبيديا؟ بطبيعة الحال الشباب دار عمل جميل. أنا دائما كنعطي المثال بواحد المقال اللي هو المقال ديال مدينة سالة. هذا المقال هذا رائع فعلا، بكل بساطة رائع. وداروه الشباب ديالنا اللي خدامين معانا، بطبيعة الحال مع شباب آخرين. كاينة مشاركة ديال عدة زعمايا محررين اللي نجوا هذا المقال جيد، وانا كنعتبره واحد المقال. الا بغيتي تقول دائما كنعطي به المثال بالنسبه لذاك البرشات اللي كندير انا ديال التحرير، كنقول لهم سيروا شوفوا المقال ديال سلا، لانه فريمون مقال شامل وفي واحد المجهود هائل، والمصادر ديالو جيده ومستوى عالي. كيبان بان الشباب داروا واحد المجهود كبير في التوثيق، في القراءه ديال الكتب الجيده زعما على التاريخ المغربي، وايضا قاموا واحد مجهود كبير بالتوثيق. وانا تناقشت مع شي واحد منهم وقالوا لي بان داروا جولات وجولات في المدينه بكاميرات جيده من اجل باش ياخذوا صور وباش يغنيو باش يتحدثوا على جميع المآثر. وعلى اذا عندنا مقالات جيده الان، واش جميع المدن عندها هذه المقالات الجيده بحال مدينه سالا، او لا جميع المواضيع اللي كتخصنا عندها مقالات جيده؟ انا من خلال تجربتي البسيطه، انا ما كنقولش بان درت واحد الدراسه ديال المقالات، لانه عاده ما خصنا نصدروا هذا الحكم حتى نديروا واحد الدراسه شامله على المقالات المغربيه، ولكن غير من خلال واحد الملاحظات اللي انا عندي. مثلا كنشوف مثلا بان عندنا كتاب كبار مثلا والمقالات ديالهم بسيطه بزاف، قصيره جدا، زعما ما كتشبعش داك الفضول القارئ. إذن كاينين مقالات اللي خصها تكون مهمة، ولكن الكونتوني المحتوى اللي كاين دابا عليها ضعيف. إذن أنا كنعتبر بأنه زعما مجموعات ويكيميديا في المغرب ولا المحررين ديال المغرب داروا واحد المجهود كبير، وكاين واحد العدد كبير ديال المقالات، وكاين واحد القفزة في السنوات الأخيرة، ولكن مازال خصنا، مازال عندنا تحديات، مازال عندنا مقالات المحتوى ديالها غير كافي او لا غير جيد، ومازال عندنا بعض المقالات اللي فيها حتى الاخطاء اللي كيخصها تصلاح، سواء اللغويه أو سواء في المعلومات او لا سواء الاعتماد ديال المراجع الجيده اكسترا. اذا هذا كله حنا تنعتبروا بانه هو واحد الطريق خصنا نمشيو فيه، معناتها بانه ويكيبيديا ما راهاش في لا فيرسون ديفينيتيف، وهي ما عمرها ما غتكون في لا فيرسون ديفينيتيف، هي ماشي صيغه نهائيه. هذا هو اللي جميل ايضا في ويكيبيديا، وهي انها تتحرك وتتغير. وحنا زعما رفعنا هذا التحدي ديال ان حتى حنا نكونوا في قلب هذا الحدث، ونكونوا مساهمين في هذا الحدث، ونكونوا كنساهموا في هذا التحيين وفي هذا الاغناء اللي باش تولي ذاك المقالات، سواء على الثقافه المغربيه، سواء على الفن المغربي، سواء على الشخصيات المغربيه، انها تكون في المستوى اللي حنا كنطمحوا ليه.
نعم، في الحقيقة بالنسبة للمحتوى المغربي الحمد لله أن هنالك مقالات جيدة، لكن مازال خصنا شوية الخدمة، مازال خصنا زعما الخدمة والخدمانيات، وأنا غادي نفتح المجال للمستمعين ومستمعاتنا الكرام باش نوجه لهم الدعوة أنه راه ممكن لكم حتى أنتم تجيو تكتبوا مقالات في ويكيبيديا، ديروا التصحيح لبعض المقالات أو للإغناء ديالها، ما عليكم أن إلا أنكم تقادوا حساب ديالكم على ويكيبيديا. أستاذة رشيدة، أشنو هما المجالات اللي تتكتبوا فيها؟ نعم، إذن بما أنه إحنا الأعضاء اللي كيشتغلوا معنا في الورشات ديال التحرير هما من أعضاء من شبكة القراءة، كان عادي أنه نهتموا بالكتب سواء كانت أدب أو كانت فكر. إذن من أول المقالات اللي درنا هي الأدب المغربي. دونك شنو تنديرو؟ كاين واحد المنهجيه اللي كنديرو، وهي انه اولا كندير واحد المقال اللي هو شي شويه شامل، ومنه كيتفرعوا مقالات. مثلا بحال مثلا غدير روايه، غادي تعطي بعض الاسماء مثلا البارزه ولا واحد المؤسسين او لا، ومن بعد كدير لهم الرابط لذاك الكتاب او الكاتبات اللي باش عاوتاني حتى هما يديروا لهم صفحات. اذا شنو درنا؟ درنا مقال شامل اللي هو على الادب المغربي، ومنه كيمكن لنا نديروا عده مقالات ومرتبطين بعضياتهم. سافيد بان داك المقال المغربي كيديك لذاك المقالات، لانه كاين في ويكيبيديا ما يسمى بالروابط. الروابط هو انه داك لي بيرتكست، من تما مباشره من داك المقال كيمكن لك تمشي هذا. اذا هذا الادب المغربي كتاب المغاربه بطبيعه الحال. ملي كنقولوا الكتاب، حنا دائما كنقولوا الكاتبات ايضا. احنا في شبكه القراءه ايضا عندنا واحد الجانب ديال انه دائما كنحتفي ولا كنعرفوا بالابداع النسائي في اي مجال، سواء كان العلمي الفني الرياضي اي مجال، او لا الكتابه بطبيعه الحال. اذا المشروع الثاني اللي كان عندنا هو المشروع ديال التعريف بالنساء، حتى هو درنا فيه واحد مقال شامل سمينا الحركات النسائيه في المغرب، ودرنا المراحل بثلاثه، الجيل الاول الجيل الثاني الثالث الرابع اكسيتيرا، بالاسماء البارزه ديالو. وكل سميتو داك الاسماء البارزه حتى هي عندها روابط الاسم النسائي اللي دار. اذا هذا الا بغيتي تقول في مجال الحركات النسائيه، ولكن الحركات النسائيه كتعرف بواحد النوع من النساء اللي هما كان عندهم واحد الاكتيفيتي، واحد 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 النشاط اما سياسي او واحد النشاط مدني جمعوي للدفاع على حقوق النساء. ولكن احنا ما اكتفيناش غير بهذا النوع من النساء نعرفوا بهم، بل انه حاولنا ايضا باش نعرفوا بالنساء في مجالات اخرى، مثلا النساء في الفنون التشكيليه، النساء في الادب، في الكتابه، النساء في سميتو في الرياضه، لان المشروع اللي كنشتغلوا عليه دابا خصوصا ان المغرب غادي يشارك في كره القدم في سميتو في العالمي، ستادير في المنتخب الوطني اللي غيشارك عالميا في يوليوز، وهو المنتخب السيدات، المنتخب العربي الوحيد اللي تأهل. وبالتالي احنا اعتبرنا بان اساسي ان الصفحات ديال المنتخب الوطني المغربي لكره القدم للسيدات ان يكون عندهم كلهم صفحات من هنا ليوليوز. وراه بدينا في هذا المشروع، راه نشأنا اكثر من يمكن قربنا شي 10 ديال الصفحات اللي نشأناها، وغادي نحاولوا باش انه نستوفيو هذاك المنتخب كله، نديروا له صفحه ديالو ديال 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 ويكيبيديا. اذا هذا المشروع الثاني. دونك قلت المشروع الاول هو الادب المغربي، المشروع الثاني هو تعريب النساء في جميع المجالات. المشروع الثالث اللي اشتغلنا عليه في اطار الشراكه ما بين ويكيميديا وما بين شبكات القراءه المغرب هو ايضا الفن التشكيلي. ونفس الامر درنا واحد المقال شامل سميتو الفن المغربي المعاصر. كنظن الفن المعاصر بالمغرب، لما ما غلطش، الفن المعاصر بالمغرب كاين في ويكيبيديا، حتى هو فيه الاسماء ديال الفنانين الكبار المؤسسين، وطبيعه الحال الاجيال ديالهم، الاجيال ديال المؤسس من بعد الاستعمار 65 80 اكسيتيرا، المهم المراحل الاساسيه ديال الفن التشكيلي. ومن بعد الاسماء البارزه اللي وعندنا فريق اللي كيشتغل في هذا المجال بطبيعه الحال، الفريق اللي كيجمع اعضاء الشبكه والاعضاء ديال ويكيميديا. اذا هادو ثلاثه المشاريع بطبيعه الحال، ماشي هي المشاريع الوحيده، كما هضرنا قبيله كاين ويكيبيديا في القسم، كاين الجوائز ديال التحرير بحال مثلا اغناء المحتوى المغربي، وكاين عده سميتو كاين عده برامج لهذا. اخر برنامج اللي اقترحنا هو برنامج اتطوع واعرف ببلادي على ويكيبيديا، وهذا البرنامج بغينا يتوجه للطلبة الجامعيين،
من أجل الدفاع، ماشي فقط على أنه نعرفه بالموسوعة، لا، كي أيضا من أجل الدفاع على ثقافة التطوع، لأن احنا عندنا واحد المسألة في المغرب أن هذه الثقافة هذه غير سائدة بالشكل الصحيح أو بشكل كافي، وغير مؤسسة. بمعنى ما معنى غير مؤسسة؟ أي أن المنظومة التعليمية في المغرب ما ديرش المأساسة ديال التطوع. مثلا نقولوش للطلبة مثلا باش تفاليدي لا ليسونس ديالك خاص يكون عندك واحد الموديل فيه طوندور، هذا العدد السوايع، زعما عندك واحد الوحده، اسمح لي انا نعرب ان عندك واحد الوحده في التكوين ديالك في هذه السنه، مثلا اما السنه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، ولا تقدر تكون فيهم ثلاثه، وفيها واحد العمل تطوعي في المجتمع وخصك تقضي فيه مثلا واحد 40 ل 50 ساعه، وما يمكن لك تاخذ الاجازه ديالك حتى دير ذاك الوحده هذيك. هذه هي المأساسة، هذه المأساسة احنا نفتقر اليها. مثلا في الدول الأكثرية المتقدمة زعما التطوع مؤسس، وبالتالي ملي كتحدث على التطوع كيولي جاري به العمل. إذا ملي كتقول أنا غادي نطرح واحد البرنامج التطوع، كيوليو الطلبة كيجيو عندك لأنهم هما كيحتاجوها في التكوين ديالهم، كيحس راسو بأن كيحتاجها في التكوين ديالو. مي دابا حاليا كيحس راسو بأنه هذا غير عمل زايد غير إضافي، ويمكن كيتحبط له، راه ما عنده قيمة. إذن حنا نعتبر واحد الفكرة شنو هي؟ باش تغير السلوك خصك تغير الفكرة. إذن دابا حنا خصنا نغيروا الفكرة ديال الشباب على التطوع، لأن حاليا الفكرة اللي عندنا على التطوع ماشي فكرة قوية، باش نكونوا واضحين، لأن إذا كانت عندنا الفكرة قوية فالسلوك غيكون قوي. بما أنه التطوع في الجامعة ضعيف، معناتها بأن الفكرة اللي عندنا على التطوع ضعيفة. إذن حنا باغيين أنه أولا نغيروا الفكرة اللي عند الشباب على التطوع، اللي باش يولي يحس بأن التطوع مسألة أساسية ضرورية، ماشي مسألة ثانوية أو لا غير خضرة فوق الطعام. لا، هي ماشي خضرة فوق الطعام، هي راه كتكون الشخصية ديال الطالب أولا، هذا باش تكون شخصيته، وثانيا راه كتنمي المجتمع، راه عندها واحد الدور في بناء المجتمع. إذن هذه الفكرة هذه خصها تروج بقوة في الوسط الجامعي، الفكرة ديال التطوع. الآن بطبيعة الحال الشباب يقدروا يتطوعوا في عدة مجالات، يمكن له يتطوع في حماية البيئة، يقدر يتطوع في الدفاع على الثقافة، على الهندسة، كاين عدة قضايا اللي يمكن لي ندافع عليها. حنا كندافع على قضية ثقافية، قضية القراءة، قضية التعريف بالموروث الثقافي، ومش الموروث حتى ما هو حديث، الثقافة المغربية بشكل عام. إذن حنا بغينا نفتحوا المجال للشباب اللي بغى يدير عمل تطوعي، يفتح الآفاق ديالو، ما يعتبرش بأن التطوع فقط هو نزعو مثلا الأكل أو الثياب في الأماكن الهشة. لا، هذا تطوع، لكن ماشي هو كاين، هذا هو التطوع اللي كاين. لا، يمكن لنا نديرو بزاف ديال الأشكال ديال التطوع، ومنها التطوع الثقافي، لأن أنا ملي كنعرف بالبلد ديالي راه هذا حتى هو عمل تطوعي، لأن كنعطي وقتي، كنخصص وقت باش نكتب مقال زوين على المغرب. إذن حنا بغينا أنه يولي المجال الثقافي حتى هو مجال ديال التطوع. مثلا أنا ملي كنمشي لدار الشباب، أنا أستاذ أو لا، أنا يا طالب جامعي وكنمشي لدار الشباب وكندير ورشة القراءة مع الأطفال، هذا تطوع، ولكن هو تطوع في المجال الثقافي. إذن هذا هو الفكرة اللي بغينا ندافع عليها، فكرة التطوع، وفكرة أن التطوع يكون في المجال الثقافي، سواء كان على ويكيبيديا أو على مجالات أخرى مثل تنشيط ورشات قرائية أو ورشات إبداعية أو ورشات كتابية أو ورشات إلقاء الشعر مثلا. هذه كلها ورشات عندها علاقة بالثقافة، وكتنمي الطفل، وكتنمي أيضا هذاك الشاب اللي كيقوم بهذا، لأنه كيتعلم كفاءات أخرى. دابا الشاب اللي كيدير ورشات كيتعلم أنه البيداغوجيا، كيتعلم كيفاش يحل المشاكل، كيتعلم كيعرف شنو هي المؤسسات في المغرب، كيتعلم بزاف ديال الأمور، كتنمي شخصيته. إذا كل شيء مستفيد، الطفل مستفيد، الشاب مستفيد، ولا الطالب، والمجتمع مستفيد. نعم، نعم أستاذة رشيدة، بالنسبة للتطوع فهو يلعب دور كبير في المجتمع، وأيضا في تكوين شخصية المتطوع بصفة عامة، له مجموعة من الفوائد اللي تكلمتي عليهم واللي تتبان زعما كمتطوعين، راه تتبان هذوك الفوائد كو في الحياة المهنية ديالهم أو الشخصية ديالهم. أستاذة رشيدة، بالنسبة للبرنامج ديال التطوع وأعرف ببلادي، أشنا هما المجالات اللي تدخل في هذا البرنامج؟ برنامج هذا في الحقيقة احنا خلينا المجال مفتوح، زي ما احنا قلنا للشباب فاش فتحنا الاستمارة ديال التسجيل
حنا زعما وزعنا الثمره ديال التسجيل، وكان خص الطالب يعطي فيها بعض المعلومات. من ضمن المعلومات قلنا له شنو هو المجال اللي تبغي تكتب فيه. كاين اللي كيقول مثلا انا نبغي نعرف بالتراث، كاين اللي كيبغي يعرف مثلا بالمتاحف، بالمكتبات، بالكتب، كاين اللي كيبغي يعرف بالطبخ المغربي، كاين اللي كيبغي يعرف بالمدن المغربيه، كاين كل واحد، كاين مثلا شي مرات كي زعما كيميلوا ايضا المجال اللي كيتخصصوا فيه او لواحد المجال اللي كيبغيوه. احنا المهم عندنا هو المشاركه والاغناء للمحتوى. ملي كنعطي انا امثله، مثلا هذه السنه اشتغلت، كنا كنديروا ساعه ورشه ديال التحرير كل اسبوع، كنا كنديروا ساعه يوم الاحد كل اسبوع للتحرير مع الشباب، كنديروها بطبيعه الحال عن بعد، لانه المشاركين في هذا البرنامج من المغرب، من عده جهات من المغرب. اذا كنا كنديروا واحد الورشه تحريريه عن بعد. انا شخصيا كنت ملي كنعطي واحد المثال كنت كنشتغل على المدن. علاش كنت كنشتغل على المدن؟ غير لانها سهله، وسهله في زعما في, في في الكتابه، هي بطبيعه الحال كلشي فيه الخدمه، ولكن هذه زعما معروفه حتى الطلبه دغيا كيفهموها. مثلا انا دخلت والناس كتنمي الثقافه ديالهم، مثلا دابا شي مرات كتلقى المدينه ديالو حتى كيدخل يبدا يكتب عليها في ويكيبيديا، عاد كيعرف عليها بعض الامور، بعض الامور واخا راه المدينه ديالو ما كيعرفش عليها بعض الامور. إذن كيولي يقرأ على التاريخ ديالها، على المآثر ديالها، على الجغرافيا ديالها، على الديموغرافيا ديالها اكسيتيرا. الشخصيات البارزة أيضا كنديروا الشخصيات البارزة، كنديروا مثلا دي غالغي ديال لي فوتو. إذن فيها أنشطة متعددة، وهي هذا عمل ممتع في الحقيقة، وكيغني. دونك كما قلت لك، المجالات في التطوع هي مجال مفتوح، المهم هو المشاركة. وحاولنا أيضا باش أنه نحتفي ببعض الأيام، مثلا فاش كان مارس قلنا لهم أوكي في هذا المواد مارس أنا كنقترح عليكم تشتغلوا على النساء. وطبيعة الحال كنترحب بالفكرة، وحاولنا باش نغنيو المقالات على النساء. إذن كنحاولوا باش نستغلوا بعض الفرص بحال هكذا. مثلا في جويلية راه غنشتغلوا على كرة القدم، مثلا غنشتغلوا على كرة وغنميو المقالات اللي كاينة في كرة القدم، خصوصا كرة القدم النسائية، سواء في المغرب او خارج المغرب. اذا لانه كاين المونديال ديال كرة القدم. اذا هو المجال مفتوح، ولا باس ان في بعض الاحيان كنتكيفوا مع بعض الكونتكست، مثلا في مارس انا قلت لك، او لا مثلا كنحاولوا شي مرات نديروا واحد الورشة، واحد الحملة في واحد الموضوع ما كنحددوه وكنشتغلوا عليه كلنا. هنا أستاذة رشيدة، بغيت نسولك واش كاين إقبال من طرف الطلبة، وبالنسبة لها الطلبة من أي زعما أي جامعتين حضروا منها، خصوصا أنك أستاذة جامعية، دونك واش معظم الطلبة هما من الجامعة ديالك أو من الجامعات المغرب بصفة عامة؟ إذن حنا فاش فتحنا هذا سميتو زعما حليناه لجميع الجامعات، دونك كاين واحد أكثر من 100 طالب اللي تسجل وعبر على الاهتمام ديالو. ولكن الالتزام بالورشات وبالكتابة نقدر نقول بأنه مازال ضعيف. ستادير بأنه حسيت بأنه هذه القضية ديال الالتزام، مثلا تيقول لك أنا سأخصص مثلا ساعتين في الأسبوع، ياك كيلتزم بها، راه هو كيقولها. مثلا كتقول له شحال غتخصص الوقت، كيقول لك انا غنخصص ساعتين، وكاين اللي كيقول لك 4 سوايع اكسيتيرا. ولكن ملي كتجي للواقع، لان ثقافه الالتزام عاوتاني حتى هي راه غاده مع التطوع، حتى هي خصها الخدمه، وحتى هي خصها المؤسسه، وحتى هي حنا راه عارفين بعضياتنا، زعما المغاربه عندهم واحد شويه ديال لي سي الي اي، دونك خصنا مازال نشتغل على ثقافه الالتزام والاشتغال على هذا ثقافه التطوع. دونك نقدر نقول بأنه كانت الانطلاقة هذا العام ديال البرنامج ديال سميتو، كان واحد التسجيل ديال سميتو، قدرنا ندير واحد عدد الورشات، قدرنا نخليو بعض الشباب يهتموا. ولكن الأداء ديال هذا البرنامج والعدد المقالات الجيدة المكتوبة، هذا الشيء عاد نشتغلوا عليه العام الجاي. سافيدير نقدر نقول بأنه ما وصلناش نكتبوا واحد العدد عالي، واحد العدد كبير ديال المقالات الجيدة. يلاه بدينا نتعرفوا كيفاش ندير مثلا بعض التعديلات، كيفاش نضيف مراجع، شنو هي ثقافة الكتابة، إلا اعترض شي واحد على داكشي اللي كتبت كيفاش نتعامل مع هذا الاعتراض، ثقافة الحوار مع الويكيبيديا الآخرين اللي مثلا يقدروا يبدلوا المقال اللي أنا مثلا اهتميت به، دي شوز بحال هكذا. يلاه كيدخلوا
الثقافة، الكتابة على ويكيبيديا، ثقافة الحوار اكسيتيرا. المهم رحنا غاديين في الطريق، وكنتمنى أنه في السنوات المقبلة نحقق واحد الأهداف اللي هي طموحة، اللي باش نوصلوا أن نكتبوا واحد المقالات جيدة وكثيرة على المغرب، على الكتب المغربية، على الأدب المغربي، على المدن المغربية، على المآثر المغربية، على جوانب هكايا اللي كتهمنا واللي كتهمنا كثقافة عامة. نعم أستاذة، في نفس الإطار، واش تتفكروا أنكم ديروا شراكات مع الجامعات المغربية؟ ايوا ما نكرهوش في الحقيقه، حنايا ما نبغيو زعما هاد الشراكات. الجامعه المغربيه هي ترحب، زعما ماشي الجامعه المغربيه ترحب بهاد النوع من الاشتغال. علاش؟ لان هذا النوع من الاشتغال هو يصب في عالم المعرفه ويصب في تنميه قدرات الطالب، ولكن الجامعه المغربيه بنفسها لا زالت تبحث عن الطرق الجيدة لتنمية هذه الثقافة التطوع. مازال ما لقيناش في الجامعة واحد المؤسسة. بداو بداك النوادي الجامعية، النوادي الجامعية التي هي تم مؤسستها، أي أنه من قبل كانت النوادي، لا بغيتي تقول ما عندهاش واحد الإطار، الآن عندها إطار، الآن الجامعة دارت إطار معترف به ديال النوادي، بل أنه في بعض المؤسسات بحال في بعض الكليات كتلقى واحد الموظف مهتم أو لا يشرف على هاد النوادي، سواء كانت في الرياضة أو لا كانت في الفيديو أو لا مثلا في حقوق الإنسان أو لا بعض الأمور. إذن اعترفت الجامعة بالنوادي وعطت لها إطار، ولكن النوادي هي طواعية، أي ماشي ضرورية، ماشي ضروري الطالب يكون في النادي. هي قالت لي لا بغيتي تكون في النادي هو ده كاين، ولكن داك الاشتغال ديالك في النادي ما داخلش في التكوين، غير مؤسس. الآن كنتمنى أنه الإصلاحات الجديدة اللي غدار في الجامعة دير واحد الإطار مؤسس، وإلا بغيتي تقول اللي كيخلي أنه ضروري تمر من التطوع وضروري تمر من العمل المجتمعي اللي باش تاخذ الإجازة ديالك. هاد الشيء الجامعة يلا كتلقى كتبحث، لأن حنا الشراكة ديالنا غتنجح إلى الجامعة حتى هي أهلات البرامج ديالها اللي باش تكون كتستقبل هذا النوع من الشراكات. هذا هو الفكرة اللي بغيت ندوز. الشركات كيخص يكون عندها واحد الإطار ديالها، الجامعة خصها تطور ذاك الإطار باش يمكن لها حتى هي دير الشركات مع الجمعيات. أستاذة رشيدة، هضرنا على التطوع، هضرنا على البرنامج ديال التطوع وأعرف ببلادي، هنا بغيت نعرف كيفية العمل ديالكم، الطريقة اللي كتشتغلوا بها في هذا البرنامج هذا. ديال التطوع راه شويه تكلمت لك على هذه الطريقه، ولكن نزيد نوضحها شويه. دونك اولا فتحنا واحد الاستماره، حطيناها في صفناها بالايميل بالواتساب وايضا عبر الصفحه ديال الشبكه. قلت لك تسجل ما يقارب 1000 100، وكنتمنى نوصلوا ل 1000 100 طالب، على اساس انهم غيستافدوا من ورشات تكوينيه. هذه ورشات تكوينيه اللي هي تحريريه. نعم رشيدة، هنا سولتك بمعنى أنه الطلبة الجدد اللي بغيو يتطوعوا وبغيو يشاركوا، شنو هما كيفاش ممكن، فين غادي يلقاو هذا الفورميلا هذا باش يعمروه، معكم. تشرحي لنا أكثر. دونك نعم، اي طالب سمع لهذا البودكاست وبغى يشتغل معنا، احنا راه غنديروا الرابط ديال انه يتسجل في هذا مع هذا البودكاست هذا، وغادي نعاودوا نذكروا به في الصفحه ديال شبكه القراءه بالمغرب. الا دخلوا الصفحه ديال شبكات او الصفحه ديال مجموعه ويكيميديا في المغرب، راه غادي يلقاو هذا الرابط ديال التطوع ويقدروا يتسجلوا معنا. الوغ ملي كيتسجلوا معنا كيتم الاتصال بهم، وكنعطيهم واحد الرابط ديال ميت، ديال جوجل ميت، اللي باش كيمكن لينا نتلاقى من اجل التكوين. اذن بالنسبه للتكوين عندنا جوج انواع ديال الورشات. كاين ورشه اسبوعيه عن بعد اللي هي سميتو كتدار عبر جوجل ميت، وكتكون يوم الاحد، وغنبداوها حتى شوتنبير من بعد. وكاين ورشات حضوريه، هاد الورشات الحضوريه مثلا كنديرها في مؤسسات على اساس انه مثلا يجتمعوا واحد مثلا بحال دابا يكون استاذ مثلا باغي يدير الطلبه ديالو هاد الورشه. مثلا انا درتها مع داك المدرسه ديال الفندقه، وكاينه استاذه اللي بغات انه بحكم ان الفندقه كيهتموا بالسياحه انهم يديروا ورشات على المعالم السياحيه في المغرب،
ويكتبوا عليها في ويكيبيديا، يغنيو داك المقالات اللي كاينه على السياحه في سميتو في المغرب. اذا درت معاهم ورشه في المدرسه ديالهم حضوريه، وعلى اساس انها يكون عندها واحد سميتو نكون كنديروها بشكل شهري، اي كل شهر ندير معاهم ورشه حتى يتعلموا ويبقاو يكتبوا راسهم. وبغيت ايضا ندير هاد الورشه هذه الحضوريه تدار ايضا في التلبيده مع الطلبه الجامعيين، واخا يكونوا من مؤسسات مختلفه، ماشي بالضروري يكونوا مثلا في كليه واحده، نقدروا مثلا نديروها في مثلا اما في المكتبه ديال السقاط او في مكان خارج المكتبه، خارج لان نقدروا نتلاقاو حتى في مكان زعما كونفيفيال، مكان مختلف، مركز ثقافي، دار شباب، اي مكان احنا كيصلح لينا. المهم هو اللقاء، انه يكون واحد راه يمكن غادي نشتغلوا في حتى في المركز الامريكي، راه حتى هما مرحبين انه نديروا عندهم، ويقدروا حتى الطلبه الجامعيين يجيو يديروا هذا. المهم كاين عده مراكز اللي كيرحبوا انهم نكتبوا مقالات على ويكيبيديا، نديروا عندهم ورشه حضوريه على ويكيبيديا ويكون مشاركين فيها الاساتذه والطلبه الجامعيين. اذا هذه هو الطريقه الاشتغال، دونك هي ورشه تكوينيه تحسيسية باش يولي الطالب يهتم بالكتابة على ويكيبيديا، وفي نفس الوقت راه كيتعلم الكتابة على طول، لأنه باش تكتب مزيان البحث ديالك ديال الجامعة راه خصك تتعلم الكتابة طيلة السنوات الثلاث، وتعلم تكتب مراجع، تعلم ترتب الأفكار ديالك، تعلم تكون منهجي، لأنه راه ماشي باسكو ويكيبيديا هي الثقافة العامة، صحيح هي ماشي واحد المرجع أكاديمي، هذا صحيح هو ماشي مرجع أكاديمي، ولكن راه باش تكتب فيها راه خصك تكون عندك واحد المنهجية في الكتابة. وبالتالي أنا بالنسبة للطلبة كنعتبرها تمرين، هي ويكيبيديا ماشي مرجع، ولكنها ماشي مرجع للجامعة، ولكنها تمرين للكتابة. اللي كيكتب في ويكيبيديا غيتعلم يكتب، لأنه ويكيبيديا حتى هي كتطلب منك أنك تستف الأفكار ديالك، وأنك تكون واضح في الموضوع اللي انت كتطرحه، وانك تعتمد على المراجع. اذا هو فعلا تعلم حقيقي، وانا من تجربتي كاستاذه، لان انا اولا استاذه، كنعتبر وكنصح الطلبه ديالي انهم يكتبوا في ويكيبيديا، وكنعتبر بانه هو تمرين جيد لهم اللي باش يتعلموا الكتابه، لان انا كنشوف الصعوبات اللي كيلقاوها ملي كيجيو في التخوازيام اني فاش كيجيو يكتبوا البحث، كنشوف الصعوبه اللي عندهم، معناتها ما مدربينش على الكتابه. اذا ويكيبيديا كتفتح لك المجال، نو سولمو كتفتح لك المجال، بل انه دابا حنا دايرين التدريب، هذا مجموعه ويكيميديا دايرين التدريب، ولكن نقدر نقول لكم بانه اللي بغى يكتب في ويكيبيديا ما يحتاج حتى تدريب المجموعه. علاش؟ لان ويكيبيديا حتى هي طورات التدريب اللي بغى يكتب عندها، سيتادير بانه المقالات ديال ويكيبيديا حول كيف تكتب في ويكيبيديا موجوده، كاين المقالات، كاين الفيديوهات، كاين كل شيء، كيخص غير واحد الاراده وواحد الالتزام اللي باش الانسان يدخل لهذا المجال ويولي يبدع فيه ويولي يكتب فيه بواحد الشكل اللي هو جيد وملتزم. نعم أستاذة رشيدة، هنا كنتفق معك 100% كيف ما تنقولوا، لأنه الكتابة على ويكيبيديا تساعد بزاف الطلبة في البحوث ديالهم. وهنا غادي ننطلق من شخصي أنا، لأنه الكتابة في ويكيبيديا عاونتني بزاف في البحث ديالي، في طريقة العمل، زعما كيفاش نقلب على المراجع، نحاول نعرف المقالة اللي غتصلح لي أكثر. دونك راه بالنسبة للطلبة هذه من بين يعني الكتابة في ويكيبيديا واحد التدريب مهم جدا باش أنكم توجدوا البحوث ديالكم وتخدموا أكثر. أستاذة رشيدة، ككلمة أخيرة شنو ممكن تقولي لنا؟ إذن ككلمة أخيرة، أولا كنحييك على هذا البرنامج الجميل اللي هو كيحاول باش يعرف بواحد موضوع جديد على المجتمع المغربي، وهو هذا الحضور الثقافي والعلمي على الانترنت، سواء كان ويكيبيديا او الوسائط الاخرى ديال ويكيميديا. اذا كنحييك على هذا البرنامج، وايضا كنبغي نوجه واحد الكلمه للطلبه والاساتذه اللي باش نقول لهم مزيان انهم ينفتحوا على هذه المجالات الجديده، ومزيان أنهم ينفتحوا عليها بواحد الشكل إيجابي، بمعنى أنهم يشتغلوا فيها، سواء كانوا أساتذة أي أنهم يشتغلوا فيها مع التلاميذ ديالهم في القسم، أو مثلا كطلبة يشتغلوا من خلال الكتابة. كنتمنى أيضا ولا كنوجه لهم دعوة اللي باش يخصوا وقت لهذا الأمر هذا، لأن أي عمل كيخصوا شوية الوقت، إذا كيخصنا نضموا وقتنا، نحيدوا شوية من هذه وسائل التواصل اللي ولات كتاخذ لنا شوية الوقت، ونحاول
كنحاولوا نربحوا واحد الساعتين من اجل الثقافه، من اجل الثقافه العامه، لانه ويكيبيديا كتنمي الثقافه بواحد الشكل هائل. اذا هذا نداء للاساتذه وللطلبه وايضا العموم المواطنين اللي باش يهتموا بهذا الموضوع ديال ويكيبيديا، وغادي يشوفوا بانه هو اغناء متبادل، اي انه بقدر ما انت كتغني المقالات بقدر بانه داك القراءات ايضا راها كتقدم لك واحد الغناء كثير كبير جدا، وكتقدم لك واحد الثقافه عامه. انا شخصيا كنحس بان ملي بديت كنشتغل في ويكيميديا انفتحت الثقافه ديالي على واحد الفضاءات اللي ما كنتش كنعرفها، وتعلمت بزاف ديال الامور، الثقافه العامه ديالي بشكل عام ولات اوسع. إذن راه غنى مشترك، إذن كنشجع الجميع على أنه ينفتح على هذه الوسائل التواصل أو على هذه الوسائل الجديدة أيضا في الوصول إلى المعرفة، ونعتبره بأنه هذا راه واحد الفرصة اللي تحت. لأنه شنو هي الفرصة؟ الفرصة هي أن المعلومة متاحة وبشكل مجاني تقريبا، لأنه يكفي باش يكون عندك انترنت اللي باش. إذن هذه فرصة لنا اللي خصنا نستغلوها، وأيضا فرصة ماشي غير الاستفادة من خلال القراءة، لا، فرصة أيضا باش تكتب. لأنه ملي كتجي ويكيبيديا وكتفتح لك واحد الصفحة وكتفتح لك واحد لاتخيبين وكتفتح لك واحد المنصة وكتقول لك يمكن لك تعبر فيها، يمكن لك تعرف بها في المقالات أو بالقضايا اللي أنت كتهتم بها، هذه فرصة رائعة، فرصة رائعة. خصوصا أنه كتعرفوا بأن ويكيميديا عندها واحد الشراكة مع جوجل، كتخلي أن ويكيبيديا والمقالات ديالها كيطلعوا هما الأولى، راهم الناس كيخلصوا باش يطلعوا هما الأولى في جوجل. إذن أنا كتعطيني ويكيبيديا واحد الفرصة اللي باش نكتب، خصني نستغل هذه الفرصة هذه. إذن نعتبروا أن ويكيبيديا هي واحد الفرصة جميلة خصنا نستغلوها، أولا من أجل التثقيف، أيضا من أجل التعريف بالمغرب، أيضا من أجل التعريف بالقضايا النبيلة اللي إحنا كلنا خصنا ندافع عليها. وكما تيقول أحد أعضاء شبكة القراءة، اللي مات وما دافعش على قضية فهو مات ميتة عدمية. سبب أن كل واحد فينا خص يكون عنده واحد القضية نبيلة كيدافع عليها، ومن ضمن الوسائل الدفاع أيضا هي الكتابة. إذن هذا هو الرسالة اللي بغيت نوصل، مزيد من التطوع، مزيد من الثقافة، مزيد عن الانفتاح على العالم الجديد اللي هو عالم الانترنت. صحيح أستاذة راشدة، من مات وليست في عنقه قضية يدافع عنها مات ميتة عدمية. شكرا مستمعينا الكرام، شكرا لضيفتي العزيزة الأستاذة راشدة على الحضور ديالك معنا وعلى الحوار ديالك اللي كان شيق ومليء بالمعلومات. شكرا على التقاسم ديال هذه المعلومات معنا، شكرا على حبك للتطوع والمشاركة. أنا شخصيا تستمتعت معك بزاف، ونتمنى يكونوا حتى المستمعين والمستمعات تاعنا استمتعوا معنا ودوزوا وقيته ممتعة. هنا فقط بالنسبة للبرامج اللي تكلمت عليها الأستاذة راشدة كلهم، بالنسبة للبرامج المتعلقة بشبكة القراءة بالمغرب فغتلقوها في الصفحة الرسمية ديال شبكة القراءة اللي هي شبكة القراءة بالمغرب على الفيسبوك. وبالنسبة للبرامج اللي خاصين بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب فغادي تلقاوهم في الصفحات ديال مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، سواء في الفيسبوك أو لا في الانستغرام أو لا في تويتر. مرحبا بالتساؤلات ديالكم كلها، راه تنجاوبوا عليها كتسوا في الصفحة ديال الشبكة، راه كاينين الناس اللي تجاوبوا عليهم، وكتسوا في الصفحات ديال مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. لبنى، قبل ما تديري الختام من فضلك، نبغي نوجه واحد الشكر وواحد تحية عالية جدا للشباب الذي يشتغل في ويكيميديا في المغرب، لأنهم كيقوموا بواحد العمل تطوعي هائل جدا وفي قمة الإبداع وقمة الإتقان. فعلا كنحييهم وكنعتز وكنفتخر بهم، فعلا بغيت نقول هذه الكلمة في الحق ديال الشباب ديال ويكيميديا في المغرب. ونحن أيضا نعتز بك الأستاذة راشدة، كنعتز بالعمل معك وبالمعلومات اللي كتعطينا وبالتجربة ديالك. أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، غدا نضرب لكم موعد جديد مع حلقة جديدة وموضوع جديد وضيوف جداد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.